نحن مساحة ساحتنا اليوم مفتوحة، المساحة عند الإسرائيلي مقفلة، يعني المساحة الأمنية بمعنى بالعمل الأمني، إضافة إلى أنه كمان لنعيد التوصيف لدور المقاومة. المقاومة وظيفتها دفاعية وليست هجومية، وليست وظيفتها الأعمال الأمنية الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة وعبر الطائرات يعني الحربية ومشاكل مثل ما عم تعمل إسرائيل اليوم. يعني احنا إذا بدنا نحط بالقدرات والموارد وموازين القوى ونصير نقيس المقاومة بإسرائيل، بكون هون احنا عم نشتبه. بس كثير عم بيصير في اللجوء لهذه المقارنة كرمال التخفيف أو يعني كرمال التأكيد بأنه يعني ما كتير تنزعجوا أو ما كتير تروحوا بأحلامكم إلى درجة اعتبار بأنه هناك تكافؤ قوة بين الطرفين. بس كل اللي عم بينقال أو كل اللي عم بتقوله هلأ بينطبق حتى على بدايات العمل المقاوم لحزب الله. يعني لما كان حزب الله يجهز منصة صاروخ كاتيوشا على يعني قواعد خشبية ويطلقها، كان إسرائيل مع F-16 ومع يعني كل تكنولوجيا، ومع ذلك تمكنت المقاومة وتمكن حزب الله من هذه المواجهة. فاللي كان ينطبق بوقتها ما بينطبق اليوم، ما في شيء تغير ولا مرة، بالعكس يعني اقتنعنا أو قيل لنا بأنه هناك الفجوة ولو هي كبيرة جدا ولكن تقلصت تدريجيا بسبب القوة التي ركمها حزب الله وبسبب التجربة التي ركمها حزب الله. يعني تفاجأ اليوم بأنه لا، يبدو على ما يبدو الفجوة أكبر مما ظنينا بأنها تقلصت. أول شيء نرجع بنقول دور المقاومة هو دور دفاعي وليس دورا هجوميا. عم تحكي فيه أنت قبل 2000 كانت المقاومة تدافع وتهاجم المواقع العسكرية في الأراضي اللبنانية، هذا كان الدور الوظيفي للمقاومة. طبعا المقاومة راكمت القدرات واكتسبت الخبرات والتجارب في المرحلة السابقة، وأيضا الإسرائيلي يعني مش كان قاعد عم يتفرج، الإسرائيلي أيضا راكم من التجارب وعمل يعني جهد كبير جدا على هذا المستوى. بس نحن اليوم آدم نحن ما زلنا في الحقل أو الملعب الذي يريده الإسرائيلي. يعني احنا بس عم نحكي عن حرب بين اليوم المقاومة وبين العدو الإسرائيلي، هذا الملعب الأمني، ملعب الاغتيالات، ملعب القصف الجوي بالطائرات، طائرات F-35 لمباني سكنية في الضاحية الجنوبية، الاختراقات الأمنية على مستوى أجهزة الاتصال ومشاكل، الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة وملاحقة المقاومين في الجنوب وفي البقاع وحتى في يعني الضاحية، هذا الملعب الذي يستهويه الإسرائيلي ويستهويه نتنياهو، لأنه يحقق الأهداف اللي بدهم إياها من دون أن تكون هناك كلفة، يعني تكاد تكون الكلفة صفرية على العدو. وهذا أيضا يستهوي نتنياهو لأنه يحقق له هذا الاستعراض في بالقوة. لما أنت كنت عم تحكي مع دكتور قاسم عم تحكي أنه يعني متى تستخدم القدرات المقاومة، اليوم المقاومة بهذه الجبهة، حجم الجبهة، عمق الجبهة، وظيفة الجبهة اليوم مثل ما قلت هي إسناد وهي إفشال أهداف العدو. هلأ عندما ننتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب، يعني لكل حادث حديث، ولكن أيضا هناك أثمان ستدفع. يعني حتى لو انتقلنا في المرحلة القادمة إلى المرحلة الحرب الشاملة، يعني كمان ستخرج أصوات أنه نحن ندفع أثمانا غالية وهناك ضحايا من المدنيين وهناك توحش وقتل من الإسرائيلي ومشاكل، ما كمان الحرب هيدي لها أثمان. لذلك اليوم يعني قيادة المقاومة هي اليوم تقدر وهي تراقب وهي التي تقرر كيفية المعركة في الأيام وفي الشهور القادمة.